حياكم الله مشاهدينا من جديد. يستعد الفريق القطري للمشاركة في أولمبياد الرياضيات الخليجية اللي تنطلق الأسبوع القادم بإذن الله تعالى بعد أن خضعوا لدورات تدريبية نظمها المجلس الأعلى للتعليم في إطار التحضير لهذه المنافسات. نعم، لمعرفة مدى استعداد طلابنا اللي راح يمثلون قطر إن شاء الله في هذه المسابقة، معنا الشقيق أسان شهد وشوق الصليطي وأيضا الطالب علي راشد المري. يا مرحبا ومسهلا فيكم في استديو ترحيب. حياك الله علي معنا. الله يحييك. يا مرحبا، حياكم الله يا شهد. حياكم الله معنا في استديو ترحيب. احنا بنبدأ مع علي في البداية، يعني أنتوا راح تشاركون في أولمبياد رياضيات في سلطنة عمان الشقيقة، يعني كيف كانت الاستعدادات لك يا علي؟ أنت أول مشاركة تشاركها، استعداداتك اللي أنت محضرها، الدورات اللي أعطوكم إياها المجلس الأعلى، حدثنا عنها. والله المجلس الأعلى والله ما قصر معنا، أعطانا دورات بدأت من شهر 12 أتوقع، كان دورتين في الأسبوع، ساعتين في اليوم. أسبوع بديتوا شهر 12؟ وكل أسبوع دورتين. في الأسبوع دورتين. دورتين. نعم. بعد. ساعتين في اليوم. ما شاء الله. بعدين يعني تطورنا، صارت 3 أيام في الأسبوع، 3 ساعات ونص في اليوم. يعني زاد التركيز. وبعدها صار يوميا 12 ساعة في اليوم. ما شاء الله. ما شاء الله 12 ساعة في اليوم. شنو الدورات هذه يا علي؟ والله دورات تدريب رياضيات يعني. على مسار الرياضيات. في وشو بالضبط؟ الجبر، وش الجبرة، وشو؟ كل تخصصات الرياضيات يعني. ما شاء الله، الله يوفقكم ان شاء الله. زين، احنا ننتقل ايضا الى شوق وشهد الشقيقتان. يعني احنا اول مره يعني للامانه انا انبهرت يوم شفت ان اخوات بيدخلون نفس المسابقه هذه. الحين انتم بتشتغلون في المسابقه كفريق ولا كضدين ضد بعض يعني؟ احنا فريق، يعني الفريق القطري رايح باسم ان هم متعاونين مع بعض. احنا التنافس مش بيننا، بين الدول الثانيه، نحاول نثبت نفسنا بين الفرق الثانيه بالميداليات. صحيح. ان شاء الله اللي راح نحصلها ان شاء الله، وهذا عهدنا فيك. ان شاء الله، نتمنى. يعني هو للعلم يعني مشاهدينا الكرام، الفريق القطري يعني اذا حد فيهم فاز بميداليه ما يقولون مثلا الميداليه حق علي ولا حق شهد ولا حق شو، لا، ميداليه للفريق القطري. صحيح. يعني فهذا بعد من الاشياء اللي انا يعني عجبتني في هذه. صحيح. المسابقه. انا ودي اسال عن يعني الدورات اللي اعطوكم اياها اللي هو المجلس الاعلى للتعليم، تشوفينها كافيه ولا لا تحتاجين اكثر؟ والله اشوفها اكثر من كافيه، احنا غطينا كل المجالات اللي داشه معانا في في المسابقه. بدينا من شهر 12 ونفس ما قال كنا بعد 3 أيام في الاسبوع. احد الثلاثاء كنا 3 ساعات والسبت كنا 5 ساعات. تكفي انت تشوفين تكفي كمتسابقه؟ والله تكفي، وبالعكس يعني ودي اخذ زياده طبعا عشان ان شاء الله نحقق يعني شيء اعلى في المسابقه ان شاء الله. بس ما قصروا صراحه، يعني حاولوا ان يعطونا قد ما يقدرون. وحاولوا بعد اكثر من ما يقدرون صراحه اعطونا. وقبل اسبوع كنا في المعسكر 12 ساعة من الصبح لين الليل مع مدرب معتمد من دولة ثانية. على يعني كل الدورة كاملة بتكون على الرياضيات تحديدا يعني بشكل عام، لكن فيها اللي هو مثل ما قال خالد الجبر وهندسة. الهندسة انت متميزة في ايش؟ والله اتوقع الهندسة. او وين تحصلين؟ او ما نبي نقول هالاشياء على الهواء عشان الافرقة الثانية في الدول الثانية ما يعرفون. المميز مميز يا خالد، المميز صدق حمد. احنا نبيكم تفوزون باي طريقة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. لكن كل انسان يجد نفسه في مكان. صحيح. يعني انت تشوفين في الهندسة افضل يعني ولا تشوفين في طبعا السؤال هذا بس لكم اياه كلكم. لا انا شخصيا اشوف نفسي في الهندسة ان شاء الله افضل من وانت. هو التنافس مش ان كل واحد يستلم يعني تخصص الانسان يجي اللي تشوفين نفسك في ناس ما يقول حمد. صراحه احس في نظريات الاعداد او في الجبر يعني اكثر في من الجبر. الهندسه. نعم. ان شاء الله. وعلي شو تشوف نفسك في الجبر، في الاحصاء، الهندسه؟ الهندسه تعتبر اسهل شيء. الهندسه اسهل شيء بالنسبه لك انت؟ يعني اسهل يعني اسهل مجال يعني. اما الجبر هو بالنسبه لي اصعب مجال. هو حلو لكن في تحديات كثيره. زين علي، انا ودي اسالك سؤال، شلون تم اختيار الفريق هذا؟ يعني شلون تم اختيارك واختيار شهد وشوق؟ شنو المعيار اللي تم بناء عليه تقييمكم؟ كان تقريبا فوق 40 او 50 طالب. سوينا اختبار تصفيه، خذوا 11 بنين 11 بنات. ما شاء الله تبارك الرحمن. بعدها صفونا صفونا مره لين صرنا ثمان بنيه ثمان بنات. نعم. وبعد ذلك صرنا ثمان طلاب، 4 بنات
4 بنين. نعم ما شاء الله. ما شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. طبعا حمد هذه مادة الرياضيات يعني مادة لا يستهان فيها. أكيد من أصعب المواد، وإذا واللي يكون عنده يعني موهبة في الرياضيات أعتقد ما عنده أي مشكلة. أنت شاركتي في ثلاث مرتين قبل، هاي المرة الثالثة صح؟ لا شاركت مرة السنة اللي طافت وهذه المرة الثانية. طيب وش اللي أنت شفتيه في المشاركة السنة اللي طافت وش اللي أنت محضرته السنة هذه؟ صراحة السنة اللي طافت كمشاركة أولية يعني ما كان الاهتمام مثل هالاهتمام هالسنة. كان التدريب صحيح إن كنا ندوم تقريبا 3 أيام في الأسبوع، بس ما كنا على علم يعني بالمنافسة القوية اللي راح تكون موجودة، طريقة الاختبار ما كنا متقفين فيها. هالسنة يعني زي ما قلنا التدريب كان مكثف كثير صحيح على طريقة الاختبار كان يسوي لكم محاكاة من أول يوم دومنا، وهم علمينا يعني طريقة الامتحان شلون راح تكون. نعم. بالمنافسة اللي راح تكون الشديدة، نتائج الطلاب العالية اللي جابوها، مستويات الفرق الثانية اللي راح تمثل. وانتوا شو تشوفون؟ تشوفون نفسيتكم ان انتم مستعدين ان شاء الله مثل هذه المواجهة؟ جيبون الذهب ان شاء الله. انا كلي ثقة فيكم ان شاء الله. ان شاء الله اتمنى أصلاً يعني. أصلاً حتى مشاركتكم الحين في مثل هذه المسابقات او المنافسات عفوا اكيد هو مفخرة لنا جميعا. عندنا طلبة بدأوا يعني يتسابقون في المجالات العلمية وهذا الشيء بحد ذاته إيجابي. صحيح. إحنا نبغي منكم وعد إن شاء الله تعالى. إحنا نحمسكم في 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 مشاركتكم في اللي هو المسابقة هذه. لكن نبغي منكم إن شاء الله يعني بعد نهاية المسابقة أنكم تجون هنا بالذهب. إن شاء الله. كلامكم كلكم. إنكم لازم تشاركون معنا في الحلقة الجاية إن شاء الله ما بعد المسابقة بالميداليات. أنا ودي أسأل عن يعني مادة الرياضيات. انتوا شلون كانت يعني تشوفون جهود مستوياتكم فيها في المدرسه قبل ما يعني المدرسه ساعدتكم فيها مكثفه لكم الجهود؟ السؤال موجه لك. قبل ما ادش المسابقه كانت يعني كان بشكل عام الرياضيات عندي في المدرسه يعني ما كانت مادتها صعبه بس كانت سهله، بس الحين بعد ما دشيت اشوفها اسهل زياده لان يعني هاي المسابقه ما تعلمنا احنا ما نعتمد على قانون، ما نعتمد يعني ما في هالقانون احنا خلاص نطبق عليه. يعني في المدرسه احنا عندنا البدايه خلاص، اذا انا عارف القانون بحل الباقي. هني عندنا بعد البدايه اصعب، شلون انا ابدا هاي الصعب. انه يعني شلون انا افكر اذا ما لقيت حل، افكر بطريقه ثانيه وثالثه. كل الطرق الموجوده في الرياضيات لازم افكر فيها عشان احل سؤال واحد. صحيح. فهني انا طريقه تفكيري بشكل عام في الرياضيات في المواد الثانيه حتى في حياتي نفسها تغيرت ما شاء الله. هو اصلا يعني جامعه هارفارد اذا ما خاب ظني يعني سوت دراسه على اللي يدرسون الرياضيات او على المتميزين في الرياضيات، فلقيت انهم عندهم قدره هائله على حل المشكلات بشكل افضل واكثر الناس عمرا. فالله يعطيكم طوله العمر باذن الله تعالى. ان شاء الله نشوف اسماءكم في جامعه هارفارد ان شاء الله باذن الله مثل ما قال خالد. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. علي بالنسبه لل يعني الرياضيات اللهم لك الحمد وما شاء الله كلكم متفوقين فيها انت واخواتك شوق وشهد، لكن انت بالنسبه للمواد الثانيه عندك في المدرسه مستواك فيها عالي ولا في الرياضيات امتياز والباقي وسط ولا جيد ولا؟ والله المواد العلميه يعني اجيب درجات زينه الحمد لله، بس الصعوبه في المواد الادبيه. الصعوبة في المواد الأدبية إيه؟ بالنسبة لك أنت العكس يعني حصل الموضوع الحمد لله زين. يعني هاي في شيء مبشر حمد. زين أنا ودي أسألكم سؤال الحين. أنا متأكد متأكد أن كثير من الناس اللي يشوفوننا الحين عبر شاشتنا يقولون يعني غريبة غريبين هؤلاء أنهم يروحون ويدرسون ويدخلون منافسات على الرياضيات، فشنو اللي حببكم في هذه المادة بالذات الرياضيات؟ بشكل عام يعني كأنا وأختي يعني إحنا نحب الفهم ما نحب الحفظ. يعني نحب احنا نتلقى المعلومه نفهمها ترسخ، بس احنا نحفظ ما ترسخ. فهاي اول شيء ميول، يعني احنا ميولنا للفهم. ثاني شيء دعم اهلي في البيت، لقوا عندي موهبه في شيء طوروا لي اياه. صحيح. خلاص الشيء من الصغر يعني احنا تاسسنا عدل، خلاص اذا انا متمكنه من شيء اكيد بحبه. صحيح. نفس الشيء انا احب افكر خلاص يعني بعتمد على مواد الرياضيات والعلميه انا مو بالادبيه. صحيح. الله يوفقكم ان شاء الله. طيب وانت شو اللي حببت في ماده الرياضيات؟ صراحة ما أنكر أن أمي وأبوي هم اللي حببوني في مادة الرياضيات. الله يخليهم. يعني من الصغر يعني حتى الحين عندي دفاتر أن أبوي كان يسوي لي مسائل رياضية بس مسابقات أنا وياه نلعب يعني. صحيح. في مادة الرياضيات نشوف أن هي مادة مش أي واحد كان يحبها أو أي واحد. صحيح. يعني يتفوق فيها. نعم. وبعدين صار في تطور من مرحلة الابتدائية الحمد لله. نعم. كنا يعني على الدرجات. في المرحلة الإعدادية يعني شجعوني أن أنا أدخل مسابقات الرياضيات الذهنية. نعم.
على مستوى الدولة بين المدارس الإعدادية. نعم. والحمد لله الحين في الثانوية دخلنا الأولمبياد الرياضية. الله يوفقكم. الله يوفقكم إن شاء الله. يعني أنا مستمتع، أنا دائما أستمتع لما أشوف شباب وشابات صغار بالعمر ودائما يتوجهون ل يعني باب الدراسة اللي هو اللي الباب اللي ترفع فيه الأمم، والحمد لله إحنا مقبلين على نهضة في جميع وكافة أنواع المجالات قد نحسد عليها. والله يا حمد، والله أنا الحمد لله رب، أنا حتى فخور فيهم بعد. الحمد لله رب العالمين. كلهم الله يوفقكم يعني إن شاء الله. علي وشوق وشهد، يعني ما شاء الله، يعني أنا فخور في وجودكم معنا هنا. نعم. وفخور في مشاركتكم في منافسات اللي هو الرياضيات، أولمبيات الرياضيات. نعم. اللي راح تقام في سلطنة عمان. الله يوفقكم إن شاء الله الطالب علي بن راشد. نعم. المري، سلم على بيك. يوصل إن شاء الله. سلام واجب. قل لي سلم عليك حمد وخالد وطالبين من البرنامج. ايه لازم أبوه ترى كان دائما يكون معنا، اللي هو المحامي راشد، راشد بن رجاء. راشد رجل. إيه خلاص ذكرتها الحين. الله يوفقكم إن شاء الله. وأنتم بعد سلموا على الوالد والوالدة. إن شاء الله. والله يوفقكم إن شاء الله تعالى. حطوا في بالكم ترى كل أهل قطر ينطرون منكم شيء زين. نعم. إن شاء الله. لازم تجيبون الذهب إن شاء الله. إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. نتمنى لكم المزيد من التوفيق. شكرا لك علي راشد المري، وشكرا لشوق وشهد السليطي. الله يوفقكم إن شاء الله. إن شاء الله. مشاهدينا ننتقل إلى السياحة، والآن تأخذنا كاميرا ترحيب في جولة على الفنادق المحيطة بمنطقة الكورنيش ومتحف الفن الإسلامي. نجول معا ونشاهد هذا التقرير. عندنا يعني أكثر من نشاط، عندنا اللي هو الزبون نأخذه من المطار، عندنا سيارات خاصة لين الفندق، ومن ثم بعدين عندنا مثل ما تقول دليل سياحي اللي هو عن الأماكن اللي في قطر ولا الفعاليات اللي صارت في دولة قطر، فإحنا نبلغ السواح كيت 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 عندنا هالشكل، ونطلع وياهم ونرويهم عن معالم قطر والأشياء اللي ما يعرفونها. هذه تعتبر سياحة، وفي تنسيق بيننا وبين السياحة، بين الهيئة العامة للسياحة. إدارة الفندق قدرت تساعد الموظفين عن طريق التدريب وعن طريق التطوير وتنمية الموظفين، إن هم يقدروا إن هم يوصفوا للزبائن معرفة قطر والتراث اللي في قطر، ويقدروا يساعدوهم ويقدروا إن هم يعرفوا معالم قطر أكتر. أكيد بالدوحة هلأ في منافسة كبيرة بتاع الفنادق، خاصة للنمبرز للأوتيلز اللي عم تفتح بالدوحة هلأ حاليا، في كتير منافسة كبيرة. كأوتيل فندق رويال ريفييرا مخولين، مدربين موظفينا على أكتر معايير الهوسبيتاليتي وورد وايد، وعنا عطول سبيشال ترينينج لإيتش ديبارتمنت لا يستقبلوا ولا يكون تعاملهم مع كل العالم من أي جنسية واصلين لعنا على الأوتيل ببروفيشناليزم بإكسبيرينس، ليكون الزبون على طول يحس إنه هو موجود ببيته. نبقى وياكم أعزائي المشاهدين في أجواء السياحة، وكما أو مثل ما تكلمنا قبل عن مهرجان سوق واقف وفعالياته اللي ننتظرها إحنا وياكم، وأيضا اللي بنكملها في الفترة من 10 إلى 18 أبريل. أيضا نحب ننوه إلى أن هناك فعاليات فنية وشعبية وأخرى لم تدرج حتى في الجدول، راح تكون من ضمن المفاجآت بإذن الله. نعم، وإدارة سوق واقف يعني ركزت على الفعاليات العائلية للأطفال وللكبار وللصغار
وتحديدا حتى لكل افراد الاسره، موجود عندكم في سوق واقف مركز سوق واقف للارشاد السياحي اللي تحصلون فيه جميع فعاليات سوق واقف سواء كانت للطفل او الكبار، كل ما تحتاجونه بيكون موجود في سوق واقف. صحيح. مركز الحرف اليدويه، مركز الفنون البصريه، هواة التصوير، المطاعم، الجلسات، الدامه، كل اللي تحتاجونه بيكون موجود في سوق واقف. نعم. من تاريخ 10 إلى تاريخ 18 راح يكون المهرجان هذا مخصص للعائلة. فالله يحييكم جميع في سوق واقف كبار وصغار. نعم، احنا نتمنى من الجميع أن يحرصون على تواجدهم في سوق واقف هذه الفترة. أيضا الفعاليات راح تكون مستطردة من الفترة الصباحية إلى الفترة المسائية حمد، وأيضا مثل ما تفضلت قلت أن هي للعائلة، للشباب، للعامة، من الناس كلهم سواء مواطنين مقيمين يا أهلا ومرحبا أيضا بهالخليج اللي تعودوا. وحمد بيكون موجود، لكن احنا بنحرص أن تصلى لازم يكون موجود معنا في برنامج ترحيب على طول، ما نهده بعد لازم تجي إن شاء الله بإذن الله. حياك هناك وعزمني إن شاء الله. أعزمك والله يا حمد تستاهل. وأيضا نبيكم تكونون متواجدين هناك أعزائي المشاهدين، يعني هي فرصة جميلة جدا، وما زالت الأجواء جميلة عندنا في الدوحة والجو ما زال جيد جدا، وهذا الشيء يمكن يكون محبب أيضا لما تجلسون برا وتشوفون الأطفال يتوافدون على المكان تكفي فرحتهم. حمد، الوعد إن شاء الله تاريخ 10 إن شاء الله بإذن الله تعالى. مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ترحيب، أما ما بعد ترحيب راح تشوفون اكتشافات في عالم البحار في قطر مع برنامج بحر الساعة 8:30 اللي هو بعد البرنامج مباشرة. أما الساعة 9 اللي يحبون الرمعات لازم يتابعون برنامج رمعة مع سالم بن ثامر القحطاني. أما الساعة 10:30 بيكون إعادة لبرنامج 102 FM. لأي اقتراحات أو استفسارات يمكنكم متابعتنا والمشاركة عن طريق تويتر هاشتاغ برنامج ترحيب، أو حتى عن طريق الإنستغرام الريان تي في. نرحب بأي اقتراحات أو استفسارات. في أمان الله.